على كل ناقشنا اليوم دور الدوله في الملف، واثبتنا ان الدوله قامت بالدور ديالها لا كمؤسسه امنيه. الدوله المغربيه تحمي اكثر من 15 مليون سائح اللي كيجي يوميا للمغرب، سنويا عفوا للمغرب، وكيقوم تقوم الدوله بالوظيفه ديالها بحمايته، وكذلك تقوم بتقديم جميع التسهيلات، وانه هذه انزلاقات عاديه جدا في الوقت اللي كيكون العمليات الارهابيه عمليات منفرده. ولكن قلنا المؤسسه الامنيه قامت بالدور ديالها، بل اصبحت نموذجا في العالم كله حول تجربتها في مواجهه الارهاب وفي تجفيف منابعه، وهذه مساله ايجابيه جدا. لذلك اعتبرنا ان ادخال الدوله كان خطا ويجب اخراجها، لان لا يمكن مساءلتها عن اي خطا ارتكبته، بل قامت بدورها كاملا. نعم. الحاله ديال الجولات يعني عاديه، جالسين كيسمعوا لنا عادي بشكل عادي. الحكومه هذه جريمه بحال جميع الجرائم، فقط عندها توجه ارهابي.